راح نشوف انه في كثير من الكتابات بلغات مختلفة. اليوم راح نشوف بالفعل. فأنا حطيت هاي التشارت هذا، الأبجديات، العرض لأبجديات سامية. طبعا مش كل الأبجديات، وإنما يعني خليني أقول فكرة بس يعني مبدئية عشان نقدر نفهم كيف تطورت الأبجديات. هذا برنامج لحلقة كاملة، بس أنا بدي أعمل بس هيك رؤوس أقلام تفضل. بشكل مبسط. بنقدر نقول إنه الأبجديات بديت من الصور للأشكال للأحرف، مثل مثلا الحضارة المعروفة عندنا باسم الحضارة المصرية، بديت في البداية في الهيروغليفي. الهيروغليفي معناها الحفر المقدس. كيف كانوا يحفروا؟ الملوك يحكوا تاريخهم، كلها هناك صور. من بعدها شوي شوي يعني صار في عندنا شيء اسمه هيراتيقية، اللي هي كتابة الكهنة. صار شوي أبسط الإشي، وبعدين إجا اللي بخط أوضح وأبسط وأكثر، الإشي اللي اسمه ديموتيقية، اللي هي من كلمة ديموس يعني شعبي، كتابة الشعب. من هاي الكتابات وصلنا شيء اسمه الكتابة السينائية القديمة. المشاهد اللي عم بيطلع ممكن انه يشوفها في على الشمال، في الكتابات من الشمال بنقدر نشوفها العمود الرابع، بروتو سينايتك، اللي هي بنقدر نقول انه منها تفرعت او توضحت وتطورت الخطوط اللي احنا بنعرفها. البروتو سينايتك هاي زي تبسيط للهيروغليفية، هي فيها الـ الأبجدية. في الهيروغليفية ما في أبجدية، الهيروغليفية هي أشكال حوالي 700 رمز لازم يحفظهم الواحد. هنا وصلنا لمرحلة إنه في كتابة بالأبجدية، وهي الأبجديات صارت تتطور شوي شوي، فتطورت من هون وصلت للكتابة الكنعانية القديمة، اللي منها كمان قريب جدا الكتابة الفينيقية. كلها موجودة على الشاشة، ولكن أنا بحكيها بشكل مبسط. من الكتابة الفينيقية اللي هي يعني انتقلت بفضل الحضارة اليونانية لليونان، اليونان أخذوها، و يعني هن تبنوا الخط الفينيقي، وطبعا بتغيير معين اتطورت. وكمان اليهود في اللغة العبرية القديمة، الكتابة العبرية القديمة كمان أخذوا. الإشي الحلو إنه رجع يعني سكرنا الحلقة، بمعنى إنه الإشي ممكن بدي من مصر، لكن طلع على سوريا، طلع على لبنان، وصل على اليونان. من اليونان في القرن الثاني تقريبا قبل الميلاد، إخوتنا الأقباط من بعد ما تقريبا يعني بطل في معرفة كبيرة في الخطوط المصرية القديمة، راحوا هن استعاروا الكتابة اليونانية، الأحرف اليونانية، وزادوا عليها 7 أحرف من اللغة المعروفة عندهم، اللي اسمها الديموطية أو ديموطيقية، وعندهم 7 أحرف زيادة عن اليوناني. وبهاي الطريقة يعني من مصر ورجعت لمصر. وطبعا اخوتنا الاقباط بيقروا فيها في الكتابة القبطية. وبس بشكل اساسي خلال السنين طبعا الكتابة العبرية القديمة تطورت للكتابات الاخرى اللي بنعرفها. ففي وقت يعني الرب يسوع كان كتابة مختلفة عن اللي كانت في زمن موسى، ونوعا ما مختلفة عن اللي كانت في زمن داود، لأنه في عنا أمثلة منها، وبنقدر إن نقارن بيناتها ونشوف الفرق بيناتها. طبعا هذا علم كبير أنا مش متخصص فيه، ولكن عملنا شوي هيك زي مراجعة لها. طبعا في عندي كمان صورة تحتها، بس يعني بتحكي كمان بتفرجي اكثر
السرياني على أنواعه، طرق السرياني اللي هو يعني نوع من كتاب الآرامية. طبعا الآرامية لها كمان طرق الكتابة، وكمان تكتب بخط عبري في بعض الكتابات اليهودية. فهاي مجمل تطور الخطوط في منطقتنا.